أمس صدرت مجموعة من القرارات اللي تخص قيادة مدراء الدوائر. المحافظة حقيقة عازمة على تنظيف دوائرها من كل الفاسدين والمتحزبين، وأصدرنا جملة من القرارات، وهذه القرارات التي أصدرناها بخصوص إقالة مدراء الدوائر هي إقالات حقيقية، وإقالات ستجد لها تطبيق واقعي، ويكلف السيد قائد الشرطة بتطبيق تنفيذ هذه القرارات الخاصة بالإقالة. كل مدراء الدوائر الذين يتحزبون أو غير مرضي عنهم من قبل الشارع ومن قبل أبنائنا وأخواننا المتظاهرين لن يكون لهم مكان في دوائر الدولة. وأبلغت السيد قائد الشرطة بأن كل شخص تم إقالته لن يستطيع الدوام في دائرته ويبقى خارج منظومة الدائرة، ونحن إن شاء الله عازمين على إجراء أيضا مزيد من الإقالات متى ما ثبت تقصير رؤساء هذه الدوائر. نحن ماضين في الإصلاح، ونحن ماضين في تلبية مطالب المتظاهرين، لأنهم أبناءنا وغايتهم هو الإصلاح، وغايتهم هو الوصول بالمحافظة إلى بر الأمان. نطلب منهم جميعا التروي في ذلك، ونطلب من عدهم أن يكونون قريبين منا حتى نستطيع أن نلبي طلباتهم أول بأول. والسيد قائد الشرطة الآن أصدرنا إلى أمر شفهي بأن كل من تم إقالته في الدوائر لن يستطيع الدوام بعد ذلك، والذين كلفوا هم الذين سيتولون مهام هذه الدوائر. شكراً.